السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مرحبا بكم في قناة يوميات فاتي الجديد. نبدأ على بركة الله. كيف ما شفتوا معنا اليوم إن شاء الله واحد لابارتمون للبيع المنصورية. دائما عند مجموعة الحياني، وهنا البروجي في بويرتو، ماشي في مالاغا، في بويرتو بانيوس، حتى هي قريبة البروجي ديال مالاغا. كيف ما شفتوا معنا مجموعة الحياني، مجموعة اللي ناجحة 100%. دائما الناس كيسولوني وكيعاودوا يسولوني انها صراحة كل واحد شهادة لله، مشروع ناجح، ودادية ناجحة بكل الوضوح. هذا بويرتو بانيوس، هذا لابارتمون كيف ما قلت لكم فهي للبيع. لأول مرة غادي يشوف لاشين عندي، ما ينساش يتابونا، يضغط على الجرس، يدير لايك باش دائما يوصلوا الجديد، وتعمل الفائدة للجميع والبارتاج كيف ما كنقولوا دائما في اي فيديو. صحة والسلامة وطولة العمر، هادشي اللي كيتمنى الواحد. وبهاد المناسبة نتمنوا الشفاء ان شاء الله للسي الحياني، الله يضرو، الله يخليه لوليداتو ويشافيه ويكون معاه دائما، وحنا كنبقاو دائما خوت، نبغيو الخير لبعضياتنا، الله يشافيه ويقعد بوسادو. اي مريض الله يشافيه، اللي باغي شي حاجه الله يسهل عليه، والله يعطي الخير ان شاء الله للجميع. هنا كيف ما قلت لكم بورتو بانيس فهي بابارتمون للبيع. انا كنحاول نوريكم البروجي من برا. لابارتمون في الطبق الثاني اون فاس بيسين، مشمشه، المتراج ديالها 61 متر، داخل فيها الكراج. كيف ما قلت لكم انا غنوريكم البروجي من هانيت دوره، وشوفا البورتو بانيوس. بالنسبه للناس اللي ما اللي كيسولوني كيقولي واش كاين شي دار في بورتو بانيوس، انا جبت لكم هاد لابارتمون صغيره كيف ما قلت لكم 61 متر، وعندها شوفه في البيسين، والشمس فيها في الصباح مشمشه. وكيف ما عرفتوا ان بورتو بانيوس عندهم لاسباس دونفون، عندهم بلاصه الالعاب هكا للوليدات، لي بيسين حتى هي فيها كبار زوينه، وفيها الكلب. انا صورت لكم هنا هكا بلاصه الوليدات فين كيلعبوا، وهنا البيسين الصغير وحتى ديال الكبار. وما نساوش هكا الغازو حتى هو زوين، لسباس الوليدات فين، هاد لي زابارتمون كلهم كتبغي هكا الوليدات فين يلعبوا وفين يبدلوا الجو. في الصيف طبيعه الحر كتكون عامره، وفي الشتاء البرد كيكون واحد الكالب اللي زوين وزوين وزوين بزاف. البروجي كيف ما قلت لكم بورتو بانيوس كاين في المنصوريه، وبالضبط فوت المحمديه وفي طريق بوزنيقه. انا حاولت ما امكن نوريكم البروجي من برا، عاد نمشيو لابارتمون ان شاء الله. وهنا كيف ما غتشوفوا معانا الدخله ديال لابارتمون، كيف ما قلت لكم مولاها باغي يبيعها 61 متر. لابارتمون كتشوف البيسين مصلوحه مقاده، يعني كيف ما شفتوا معانا. والثمن ديال لابارتمون هو 60 مليون، 60 مليون ثمن ديال لابارتمون. هنا كتكون هاد الال، دائما كنأكد كنقول ان المتراج هو 61 متر. لابارتمون في بورتو بانيوس فهي للبيع الطابق الثاني، والثمن هو 60 مليون. وكيف ما كنقول لكم الثمن دائما قابل للنقاش، اللي بغاها بالفراش يشريها بالفراش، اللي ما بغاش الفراش ماشي ضروري، المهم لابارتمون راها ب 60 مليون. وهنا حتى هاد الكليسه، يعني كاين دو سالون، جوج كليسات، وهذه اللي كتبقى اون فاس كوزينه. وبطبيعه الحال الشومبغ الاولى اللي فيها، فيها شومبغ وحده وحمام وتيراس.
المتراج ديال 60 61 متر كيكون فيها شومبغ وصالون، 61 متر داخل فيها حتى الكراج، 6 متر ديال الكراج. انا كنحاول نوضح ونبين لكم كل شيء. هنا كتكون الكوزينه، كيف ما شفتوا معانا دائما الشقه لابارتمون فهي للبيع كيف ما قلت لكم بويرتو بانيوس. المتراج ديالها 61 متر والثمن هو 60 مليون، دائما ثمن قابل للنقاش. هنا كيكون هاد التيراس ولابارتمون مشمشه وان فاس بيسين، يعني كتطلع على بيسين. وخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. بالنسبه للناس اللي باغين سواء يبيعوا لابارتمون ديالهم اولا اللي باغي يشري، دائما انا كنخلي الرقم ديالي يا اما في العنوان يا اما صندوق الوصف. اللي بغى مرحبا والف الف مرحبا، وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو.